النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود لما أتى رجل قد زنى واعترف بالزنا فرجمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى أبوه يسأل عنه، فقال بعضهم أجئت لتسأل عن هذا الخبيث؟ فقال عليه الصلاة والسلام والله إنه عند الله لأطيب من ريح المسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد عن عرضه